ماري سالم تنضم إلينا من بيروت، تطلعنا على تفاصيل تحركات الأسواق الخليجية والمحركات اليوم في الأسواق. صباح الخير نور، يعطيك الف عافيه. يعني مثل ما كان عم يحكي محمد من شوي انه ابرز النتائج اللي صدرت صباح اليوم هي اعمار التطوير واعمار العقاريه، ولعله انه هن السهمين اللي عم بياثروا بضغط اكبر على مؤشر سوق دبي المالي اللي عم يتراجع تقريبا لحديت هلا بحدود 0.5%. اعمار عم تسجل تراجع تقريبا بحدود 1.4%، واعمار للتطوير تراجعات تقريبا بحدود 1%. ولكن الملفت هون انه الشركتين بعد لهلا ما طلعوا البيانات الماليه كامله، يعني بعد ما قدرنا نطلع عليها لحتى نقدر نفصل هذه الارقام تنقدر نعرف وين نقاط الضعف او وين كانت التراجعات عم بتكون بشكل واضح، تنقدر نوضح اكثر ليش عم بيصير هذه ردود الفعل على التداولات اليوم. الأعمال كانت سجلت نتائج قريبة من توقعات المحللين، يعني ما كان في هذا الفرق الشاسع فيما كان يتوقعه المحللين والنتائج اللي صدرت أو الأرقام اللي لحديت اللحظة طلعت بالبيان الصحفي تبع الشركة. ولكن الملفت بالشركتين كان أعمار العقارية أو أعمار للتطوير هو السيلز باكلوج تبعهم، أو هي المبيعات اللي بعد ما تم إنجازها من الأعمال، واللي هي أرقام ضخمة جدا، يعني عم نحكي على 53.2 مليار درهم أعمار للتطوير و62.8 مليار درهم لأعمار العقارية، اللي هي هدول ممكن يتسجلوا كعوائد بالفترات المقبلة. يعني عم ناخذ نحن نوع من توقعات شو حيكون نتائج أو عوائد هذه الشركتين بالفترة المقبلة، اللي هي بتعطي منحة إيجابي في مكان ما. هلأ فيما يتعلق بأعمار التطوير، نحن وقت نطلع على البيانات المالية بنفصلها لأنه بنحب نطلع على مديونيات الشركات، الكاش فلو اللي موجود عندها، نقدر نعرف كيف عم بتكون إدارة الشركة لهذه الأمور، لأنه بتحدد بأعمار للتطوير تحديدا الفاليو تبعها للشركة. وقت نعرف قديش عم تقدر من الكاش اللي موجود أو من السيولة الموجودة أنها تغطي، ما بتعطينا نوع من إدارة جيدة إذا كانت هذه الشركة عم بتكون عندها ولا لا، وإذا كان الكاش اللي عم بيستخدم أو الكاش فلو الفائض اللي موجود عند الشركة حيستخدم بالتوزيعات، لأنه هذه كلها كمان بتأثر على أداء السهم وعلى نفسية المستثمرين. فلحديت ما تصدر البيانات كاملة بعتقد حتفضل صورة غامضة فيما يتعلق لبيانات أعمار وأعمار للتطوير، فحننطر لنشوف إذا حيتغير نظرة الضغط من قبل المستثمرين، لأنه جارة معهم على القطاع العقاري بشكل عام، وهو اللي عم يضغط على المؤشر اليوم بقلب الأسواق. شكرا لك ماري، وشكرا أيضا للزميل عبد الله عيسى، شكرا لكما.